عليكم خوتي خواتاتي محبين أساسيقة. كما عودناكم دائما بجديد، اليوم جبناكم صالون هارلي لما داش في السوق وتوجور من منتوجات أساسيقة. هذا الصالون هارلي اللي خرج شباب بزاف الله يبارك، خدمناه خدمة متقونة توجور عن أساسيقة. نخدمو المطلب بالديترونت هنا، خدمة متقونة جاية في البومبي وتوجور عن أساسيقة. هنا نخدمو هنا بالبوائات ليكرودوار كذا ومثلي. واللي خدمنا التيسي تاعو بدو كولر، فيه المارون وفيه البيج، اللي خرج روعة الله يبارك. وتوجور عن أساسيقة هنا البازي وهنا على المطلع. حنا المطلع توجور نخدموها بالديتونت. المشاهدين تاعنا كي يجوا لعندنا ان شاء الله يشوفوا بلي قاعده فيه مريحه، وحنا دائما عندنا ارتقاء الاتقان ثم الاتقان. خاطر هذا الصالون هذا اللي خدمنا فيه 6 بلاس اللي خرج تحفه الله يبارك، درنا له السعر تاعو 17800 برك. نزيدو نروحو الاي بلاس تاعو اللي خدمناه هنا بالاونتوفيزيك. المطلع تاعو توجور بالديترونت، فيها راحة خاوتنا. وحنا ماذا بينا ان شاء الله تجون عندنا وكيما راح نريح حالنا تريحو انتوما. خرج الله يبارك، خدمة من أروع ما يكون. وتوجور هذا الصالون هاذي من منتوجات أساسيقة 100%. وخاوتي نزيد لكم السعر تاعو اللي نعاوده لكم ان شاء الله، درناه ب 17800 برك. خاوتي نروحو ثاني نوريكم ذلك هنا الملاحظة اللي خرج حاجة تحفة. هاي لكم خوتنا للنقاء، توجو احنا نبازيو على المشتري تاعنا وعلى حساب الطلبيات. واش يقولوا المشتري تاعنا؟ احنا رانا في الخدمة وجاي متقون الله يبارك. هاي لكم خوتنا لا فينيسيون. ونشكر ثاني الصناع تاعنا في الابداع، لو يبع الابداع لو توجور كاين جديد، حنا دائما كاين جديد من عندنا ان شاء الله. واش نقول لكم خاوتنا؟ الطلب بلاص تاعو ثاني خرج من اروع ما يكون، فيه بالراحه. هاي لكم خاوتنا زوج ثلاثه بالراحه. واش نقول لكم خاوتنا؟ حنا ماذا بينا ان شاء الله تجوا عندنا للمحل وزيدوا تشوفوا هذا الصالون هارلي اللي خرج اخر انتاج، اللي خرج روعه الله يبارك. وتوجو كيما عودناكم دائما بجديد، أساسيقة توجو في خدمتكم. وعلى نتبعوا في الكومنتات تاعنا واش يقولوا لنا، كيما داروا طلبيات على الشمرة، حنا راه في الخدمة كيما قلتوا على لي صالون، أنا كل يوم نخرج لكم جديد وتوجو من منتوجات أساسيقة 100%. خاوتي نعاود لكم السعر تاعو هذايا، درناه 17800 برك. خاوتي واش نقول لكم؟ توجو راسلونا، تابعونا في الصفحة في اليوتيوب، كسرونا لي جنب وحنا في الخدمة. سلام.
أحبابنا ومتابعينا الكرام، يشرفنا إعلامكم بأن قاعة عرض محل أثاث الثقة متواجدة فقط على مستوى مدينة القلاع بحي كركوبة بالتحديد أمام مخبر تحاليل الدم، وأي محل خارج مدينة القلاع هو مجرد تقليد، نحن الأصل والباقي تقليد.